لماذا تكلم المسيح بالأمثال؟ وما هو المقصود بأسرار ملكوت الله؟ سأتحدث عن أمثال المسيح، ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل. من جبل التطويبات رح أتكلم عن أمثال المسيح. هذا الجبل مشهور بعظة المسيح على الجبل في إصحاح 5 و6 و7 من إنجيل متى. وكلمة التطويبات من طوبة يعني هنيئاً، يا للسعادة، يا لغنى، وهكذا مسميات كثيرة. واحدة من أعظم التعليم كان على هذا الجبل، لكن واحدة من أساليب المسيح في التعليم كان استخدام الأمثال. فرح نواصل حديثنا في هذه الحلقة، نتكلم عن أمثال المسيح وليه المسيح تكلم بالأمثال وشو هي أسرار الملكوت اللي المسيح عم بيعلنها للتلاميذ. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. من بحيرة طبرية عاوز أتكلم عن أمثال يسوع المسيح. هذا المكان له معزة خاصة في قلبي، نشأت وترعرعت في الجليل، واحدة من الأماكن المحببة على قلبي. كنت دايماً باجي لبحيرة طبرية أسبح وأعوم ونقضي وقت جميل في هذا المكان، لكن ما كان عندي البعد الروحي إنه أفهم أهمية هذه البحيرة أو أفهم الأسباب ليه المسيح كان حول هذه البحيرة. بالواقع أينما ذهبت حول بحيرة طبرية بتشوف بصمة المسيح في كل مكان، صنع المعجزات، عاش حول بحيرة طبرية ولا سيما في كفر نحوم، علم تعاليم خالدة، تعاليم أبدية، هدأ العواصف، مشي على الماء، أشبع الآلاف. ففي كل مكان بتشوف بصمة يسوع في هذه الأماكن. المسيح كان المعلم الأعظم، واحدة من الأساليب اللي كان بيعلم فيها هو الأمثال. والأمثال أحبائي كان وسيلة وطريقة لتبسيط حقائق مجيدة إلهية لتصل إلى أذان المستمعين في تلك الأيام. المسيح كان بيفهم العادات والتقاليد، كان بارع في فن التواصل، كان عبقري للبلوغ وإلى الوصول إلى قلوب الناس المحتاجة، وكان أيضا مبدع وخلاق، حتى قيل عنه أنه يتكلم بسلطان ليس كالكتبة والفريسيين. استخدم المسيح الأمثال من واقع الحياة اللي كانوا عايشينها. أعطى عدة أمثال عن الزراعة والصيد والأعراس وهكذا، دروس كثيرة من خلال الأمثال، دروس مهمة لكن بتتكلم عن حقائق أبدية. المسيح تكلم بالعهد الجديد أو في الإنجيل أكثر من 30 مثل، والمثل له معنى هيك جميل اللي هو مساند أو مساعد، يعني الكلمة بتاني أن يطرح إلى جانب، عم بيقدم حقيقة من خلال التعليم، فيستخدم المثل حتى يكون إكسترا، يعني يكون مساند، يطرح أو يسير إلى جنب هذا التعليم بالطبع حتى يوضح ويبسط وحتى يعطي دعم للتعليم، وطبعا حتى يكون مساند للفكرة اللي عم بيتكلم فيها. لكن
الجدير بالذكر، رغم أنه المسيح تكلم بالأمثال، لكن أمثاله ما كانتش أمثال الشعب اللي مثل الناس اللي عايشة في الشرق الأوسط، كتير بيتخللها خرافات وأشياء سخيفة أو على قول المثل أو كذا. لا، أمثال المسيح إلها بعد، إلها عمق، إلها تفسير روحي. هذه الأمثال كانت بجدية، هذه الأمثال كانت مليئة بالاحترام، مليئة بالوقار، بنظام مش بأي تشويش. أمثال مهدفة، محددة لتفسير تبسيط أمر معين. وهذه الأمثال الجدير بالذكر إنه من خلال أمثال المسيح وضحت عقائد أساسية وإيمانات رسمية في العهد الجديد. فالسؤال، ماذا نتعلم من الأمثال؟ نتعلم من الأمثال أولاً البساطة. هذه الأمثال كانت بسيطة، ورغم عمق يسوع ورغم معرفته اللاهوتية، لكن كان بيقدم هذه الحقائق العميقة ببساطة حتى يفهمها الأطفال أيضا. قال يسوع: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. فهذه الأمثال كانت تتميز بالوداعة، كانت تتميز بالتواضع، بدون التصنع، بدون الكبرياء، بدون المبالغة، بدون أي كلام عشوائي ما إله معنى ولا إله ضرورة، ما فيها مديح لشخص أو ذم شخص. بقدم حقائق مجيدة حتى ينزل لمستوى الناس. ثم هذه الأمثال أحبائي هي عبارة عن حكمة فائقة. المسيح كان معلم حكيم مليان بالحكمة، لأنه كلماته إلهية. مكتوب: يدعى اسمه عجيبا مشيرا، يحل عليه روح الرب، روح الحكمة. فكان الكلام بالحكمة. والجدير إنه بولس لما كان بعلم كنيسة كورنثوس كان يقول: وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح القدس والقوة. فإذن كلمات حكيمة فيها حكمة. ثم شيء ثالث أحبائي، نتعلم السلطان، سلطان المسيح باستخدام الأمثال. المسيح لما كان بيعطي وعم بيعلم كان عنده استراتيجية فريدة مميزة للوصول إلى الناس. مثل ما ذكرت، هذه الأمثال كانت واقعية وطبيعية، تلقائية بدون أي تصنع، فيها حقائق روحية قوية جدا، دائما بتقود الإنسان إلى التغير وإلى التعلم وإلى السلوك بشكل أفضل. شيء آخر نتعلم من الأمثال، فلسفة المسيح. فالمسيح رغم كل الفلسفة كان يعني بيقدم هذه الحقائق وبيقدم إعلانات إلهية واضحة، وهذا إن دل على شيء كان يفهم ما في قلب الإنسان ويعرف احتياج الإنسان. ثم نتعلم من هذه الأمثال إنه في أي شيء كان بيتكلمه يسوع المسيح كان بيتكلم لتتميم المشيئة الإلهية. السؤال: لماذا استخدم المسيح الأمثال أو أسلوب الأمثال؟ نقرأ في إنجيل متى إصحاح 13 إنه جاء المسيح
وجلس عند البحر مثل هذا المكان، وازدحمت الجماهير حول يسوع المسيح وكانت تسمع تعليم يسوع المسيح. ثم يقول كتاب أنه استخدم قارب حتى المنظر وأن يكون متسع لأكبر عدد ممكن، وابتدأ يعلم عن أسرار ملكوت الله، وبخصص إنجيل متى إصحاح 13 بيتكلم عن أمثال المسيح. وابتدأ المسيح بالمثل الأول، هو ذا الزارع خرج ليزرع، وعم بيتكلم عن أنواع التربة اللي موجودة في أرض فلسطين. يعني نزل البعض على الطريق، ونزل البعض الآخر في الأرض المحجرة، والبعض الآخر في الشوك، وطبعا أخيرا نزل نزلت البذار على أرض جيدة، وبحسب طبقة الأرض ونوع التربة جزء منها أعطى 30، جزء أعطى 60، والجزء الأكبر أعطى 100 ضعف. على أي حال كانت مثمرة. لكن بيتكلم عن هذا المثل إنه الطيور خطفت البذار، الشوك خنق الكلمة، والأرض المحجرة طلعت شوي النبتة، بعدين لما طلعت الشمس تيبس كل شيء. فجاء التلاميذ وسألوا يسوع المسيح: لماذا تتكلم بأمثال؟ قال يسوع المسيح للتلاميذ: أعطي لكم أن تفهموا أسرار الملكوت، ملكوت السماوات. ثم السبب الآخر هو لإخفاء حقائق عن عيون الناس، لأنه بيتكلم عن السمع الروحي وبيتكلم عن البصر الروحي. فإذا تحمل في طياتها معنى عميق جدا. اللي عينيه مفتحة واللي ذهنه مستنير واللي قلبه مفتوح رح يفهم. لكن للأسف النوع الآخر اللي أذنيه صماء وعيونه عمياء، يعني عنده بصر بس مش عم بيشوف، مش عم بيبصر، والأهم أحبائي إنه لا يفهم، عم بيتكلم لكن مش قادر يستوعب أسرار الملكوت أو الحقائق اللاهوتية الأبدية من خلال تعليم المسيح. فقط العيون المفتوحة والقلوب المستنيرة تستطيع أن تتعلم. شيء ثاني أحبائي، المسيح تكلم بالأمثال بالواقع لتتميم النبوات. في إشعياء 6 بيتكلم عن لهم آذان ولا يسمعون، لهم عيون ولا يبصرون، واستخدم هذه العبارة: لئلا يرجعوا بقلوبهم وأشفيهم، يقول المسيح يسوع. أصعب شيء منشوفه في العهد الجديد عدم الإيمان والرياء والعمى الروحي، وهي المشكلة كانت عند اليهود. بتتذكروا المسيح شفى المولود أعمى عندما تفل وصنع من التفل طين، وطلع عيني المولود أعمى وقال له: اذهب واغتسل في بركة سلوام. هذه الحادثة صارت في القدس. لما اغتسل ورجع وأبصر، رجال الدين كانوا بقاوموا يسوع المسيح، مع أنه المعجزة واضحة، واضحة مثل وضوح الشمس. شخص مولود أعمى معروف لكل الناس، انفتحت عينيه، لكن ابتدأوا يقاوموا في يسوع المسيح. فالمسيح تكلم عن الغرض، أنه أجا حتى يعمى الذين يبصرون ويبصر العميان يبصرون. فقالوا هذه العبارة المتدينين اليهود: ألعلنا نحن أيضا عميان؟ أجاب يسوع وقال: لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية، ولكنكم تقولون إننا نبصر فخطيتكم باقية. للأسف كتير ناس عندها عيون والنظر تبعها 20/20 أو 6/6، لكن للأسف من جوا في إغلاق، في عمى روحي، مش شايف الحقائق الروحية. قال الرسول بولس: الإنسان الطبيعي لا يقبل مال روح الله، لأنه عنده جهالة، مش عم بيستوعب هذا الشيء. المسيح على النقيض طوب، قال هنيئا للأشخاص اللي بيفهموا أسرار الملكوت. أيضا هذه
الأمثال اللي بتتكلم عن الملكوت بيتكلم عن إعلانات إلهية، هذا الشيء بيتم عن طريق إعلان. فمثلا في قيصرية فيلبس لما قال بطرس أنت المسيح، قال له طوبى لك يا سمعان بن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السموات. مكتوب أيضا والروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإذا المسيح استخدم الأمثال للشرح حقائق عميقة وأمور لاهوتية لها بعد روحي، ببسطها حتى يشرح هذه الحقائق. ثم أحبائي المسيح تكلم بأمثال، وهي الأمثال مش عشوائية ولا مجرد خرافات، بيتكلم عن أمور واقعية لها معنى ولها مغزى ولها تعليم روحي عميق. مثلا كلنا سمعنا عن مثل السامري الصالح. هذا السامري ساعد شخص مش من شعبه، ومنشوف المحبة حتى كانت للأعداء إلى النهاية، وأن الذي يصنع الرحمة هو مقبول عند الله. المسيح تكلم عن مثل الغني وألعازر. الغني كان يتنعم، يعني أعطى صورتين منظرين، صورة المنظر اللي في الأرض والصورة الثانية ما بعد هذه الحياة. في هذه الأرض كان واحد بيتعذب وواحد بيتعزى، عايش مبسوط لحياته من غير مبالاة أنه يهتم حتى بالفقير اللي كان على باب بيته. لكن المنظر الآخر في النعيم أنه هذا الفقير كان في حضن إبراهيم، وأنه الغني كان بيتوسل حتى أخيراً طلب أنه واحد يروح يخبر إخوته، لأنه الجحيم هو مكان حقيقي. بيتكلم عن الغني الغبي، إنسان غني أخصبت كورته ففكر في نفسه قائلاً ماذا أعمل، أهدم مخازن وأبني أعظم، وأقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة، كلي افرح اشربي. ابتدى يناجي نفسه وكأنه يعيش إلى الأبد. وثم سمع صوت القضاء، يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك، هذه التي أعددتها لمن تكون؟ فإذا هذه أسرار الملكوت، إنه تتكلم عن طلب الملكوت أولا. ثم نعرف المثل المعروف للجميع، مثل الابن الضال اللي أخذ ورثة أبوه وراح بذرها بعيش مسرف، لكن رجع إلى نفسه وتاب ورجع إلى أبيه، وأبوه قبله مثل ما هو في حياته في خطاياه. هون بتشوف محبة الآب، محبة الله الغير محدودة، محبة الله الغير مشروطة، بغض النظر إنه ترك وكان خاطئ، لكن لما استرحم الآب قبله. ثم شيء آخر هي تتميم للنبوات، مزمور 78، إنه هذه الأمثال تمم فيها النبوات. ثم أحبائي خليني أكرر مرة تانية، الأمثال تبسيط حقائق وتعليم لأمور صعبة حتى يتفهم سر الملكوت وأمثال الملكوت. نشوف قسم كبير للأمثال، أمثال المسيح في بشارة متى في الإنجيل المقدس إصحاح 13 اللي بيسموها أمثال الملكوت. وراح لاحظ أنه في هذا الإصحاح 13 مرة المسيح بركز على أهمية السمع، ركز على السمع، اسمع هذا المثل، لأنه الكتاب المقدس يقول إذن
الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. فعندما نسمع هذه الحقائق المجيدة تدخل إلى تربة جيدة فتستقبل وتتغير ونصبح طبعا كما يريدنا الله. لكن هذه الأمثال يعني بشكل مختصر عم بيتكلم عن الملكوت، ملكوت الله على الأرض. بيتكلم مثلا عن مثل الزارع مثلا اللي ذكرناه، إنه بيتكلم عن العصافير، بيتكلم عن التربة، بيتكلم عن كل الأمور المعروفة. هذا مثل الزارع بيتكلم عن أنواع تربة. في أنواع اللي متحمسة بتسمع لكن بتنسى، أو بتفوت الكلام من هون بيطلع من الأذن الثانية. في كلام بيوقع على أرض خصبة وفعلا بيتمعن بيستقبل وبيتغير. فملكوت الله بيبتدي مثل بذرة، بذرة صغيرة، حبة خردل، وهي أصغر الحبوب، لكن بتكبر وبتصير شجرة كبيرة ضخمة يتآوى إليها كل طيور السماء. وهكذا ملكوت السماوات بيبتدي بتتويج المسيح ملك ورب على الحياة والكيان. عندما تطلب من الله وتقول له يا رب سامحني، ارحمني، أنا بعترف فيك، خلصني، خلصني من خطاياي، بتنزرع هاي البذرة الروحية وبيبتدي هاي البذرة تنمو كلما نميت روحيا أكثر. لكن الشيء الثاني في الملكوت مش بس إنه عم بيمتد وعم بيكبر، إنه في مقاومة، في اضطهاد شرس ضد هذا الملكوت. والمسيح بسفر الأمثال اتكلم عن العصافير التي جاءت واختطفت البذار، يعني مثل الشيطان اللي بيسرق الكلمة. وبعدين بيتكلم عن العدو الشيطان اللي بيزرع مع القمح الزوان، وقال يسوع اتركوهم إلى وقت الحصاد. القمح يجمع إلى ناحية والزوان إلى ناحية أخرى حتى يحرق. ففي كل هذه الأمثال عم ببسط لتوصيل الحقائق المجيدة. ثم شيء ثالث أحبائي في الأمثال، المسيح بيركز على انتشار وامتداد الملكوت، وأنه هذا الملكوت له نتائج، مثل يعني شخص مثلا وجد كنز مخفى في الحقل، مضى وباع كل شيء لأنه وجد الكنز الأعظم. وهكذا أحبائي بيتكلم عن الشبكة اللي بتصيد كل أنواع الأسماك وبتبتدي عملية التصفية والتنقية أيضا. لكن المهم في هذه الأمثال هو السمع والطاعة. قال يسوع الذي عنده وصاياي يحبني، ثم قال إن أراد الإبن أن يعلن له، فإنه إعلانات إلهية سماوية بعمل الروح القدس. صلاة بولس صلى للكنيسة أن تمتلئ من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، ويستمر قائلا نامين في معرفة الله. ثم يصلي أيضا مستنيرة عيون أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله. فإذا هون بيتكلم لكل الكيان، لكن الفرق إنه في ناس عندها سمع وعندها عيون لكن لا تسمع ولا تبصر. فنحتاج إلى عملية إلهية، وهذه العملية إنه فعلا الرب يفتح عينينا حتى نشوف جمال الله ونشوف روعة هذا الإله العظيم. وحتى فعلا لما نشوف الحقائق الإلهية بتقودنا إلى التوبة والتسليم الكامل. مشان هيك أنا بصلي كمان اليوم إن رب يفتح عينينا ويفتح قلوبنا ويفتح أذهاننا إنه نختبر هذه الحقائق الإلهية. المسيح كان بيتكلم بالأمثال مش عشان يسلي الناس. وإحنا صغار كان يجي كل بالليل واحد يتكلم بقصة لإلنا، والقصة تكون زي مسلسل على مدار أسبوع. فخلال هذا الأسبوع إحنا منتشوق، لكن القصص كلها يعني ما فيهاش واقع، ما فيهاش تعليم، يمكن فيها حكمة معينة، لكن أمثال المسيح كانت بتقود الإنسان إلى العمق الروحي، إلى البعد الروحي، إلى يفهم التفسير الروحي لهذه الحقائق المجيدة، الحقائق الإلهية والحقائق الأبدية.
مين كان يظن إنه جلوس المسيح على بحيرة طبرية وإنه يعلم حقائق إلهية، حقائق مجيدة، إنه هاي الحقائق تنتشر في كل مكان وتكون سبب بركة وتكون سبب خلاص وتكون سبب فتح عيون للكثيرين؟ شيء مهم جداً، أنا بدعوك إنك تقرأ تعليم يسوع واقرأ سفر طبعاً إنجيل متى إصحاح 13 وشوف الأمثال وكيف المسيح كان بيتعامل بنعمة، وكان عنده فن التواصل، كان مبدع وكان خلاق بكل الأمور اللي كان بيتكلم فيها. ومن خلال سمعنا، وبتعرف هيك في مكان هادئ وبتسمع طبعا صوت خرير المياه وهذه البحيرة الجميلة اللي مشي عليها يسوع المسيح، نبتدي هيك نتأمل، نبتدي نفكر، نبتدي نتمعن ونشوف شو الغرض من كل هذه التعليم. يسوع كان عميق جدا، لكن مواصفات المعلم الحقيقي إنه بيأخذ هذه التعليم الصعبة وبيوصلها للأطفال. والمسيح لما صلى بقول أشكرك لأنك أخفيتها عن الحكماء وأعلنتها للبسطاء، للأطفال البسطاء. المقصود إنه كل إنسان فعلا بيتعلق القرار فيك أنت، فيك تصلي تقول له يا رب افتح قلبي، افتح عيني. إذا أنت عاوز تعرف الله وعاوز تعرف معاملات الله وطريق الله، يمكن بينك وبين نفسك فيك تصلي تقول له يا رب اعلن لي، اكشف لي عن الحق، أنا عاوز أختبرك في حياتي. وأكيد هاي الأسرار اللي منشوفها في الكون في الطبيعة ومن خلال اللي أنت عم بتعلمها وبتبسطها، أنت عم بتعلمني شيء خاص، إنه إلك السيادة والسلطان المطلق الكامل على كل شيء. وأنا عاوز أحط إيدي في يد الله اللي إله السيادة والسلطان على كل البشر، ما في إنسان بيقدر يعلى على الله. فأنا بصلي إنه هاي تكون طلبتك اليوم، تقول يا رب اكشف لي، افتح عيني، اكشف عن عيني حتى أرى عجائب من شريعتك. وأنا متأكد الله بالروح القدس سوف يعلن لك. من بحيرة طبرية بصلي وبتمنى لكل مشاهدين أحبائنا إنه بركة المسيح تكون معك وتختبر حضور الله في حياتك. واليوم اصنع خير وحب الآخرين، سامح، اغفر، وخليك متمسك في الرب. الرب يباركك وإلى اللقاء.